سالو مي زلاف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك كمل معكم الدروس، وصلنا للصفحه 25 26. ما عرفش واش نتوما كتزربوا ولا غير بغيتوا ديروا اعداد قبلي في الدار، حيت كنكون يلا حتى الدرس على ثاني كتقولوا لي ديري الصفحه الاخرى. نورمالمون كتقراو ربعه الحصات في السيمانه ديال الفرونسي. واش نتوما واصلين هكا مقادين معايا؟ خصني نتافونس اكثر ولا نتوما مازال معطلين؟ ما عرفتش بالضبط، حيت ما عرفتش الا كنحط واحد الرقم مثلا حتى 24 كتقولي 25. واش انت محتاج 25 غير في اعداد قبلي ولا محتاجو نتوما وصلتو وانا مازال معطله؟ دونك حاولوا تخليو لي هكا معلومه في الكومونتير باش نعرف واش نتافونس معاكم بزاف ونخدم بزاف، يعني باش ما غنمشي معاكم درس بدرس، يعني باش ما نبقاش نعطيكم بزاف وتبلوكاو. دونك في الدرس ديال اليوم غادي نشوفو لي ديتو، غادي نشوفو حاجه اخرى جديده، دخلنا لسيكونس جديده نشوفو لي ديتو شنو هو لي ديتو، ومن بعد غادي نعطيكم ديتو اخر انا نشرح لكم شنو هو لي ديتو، وعاد نديرو حتى تمارين اخرين من غير اللي في الكتاب. دونك هنايا دخلنا لسيكونس جديده، سيكونس 2 برودوي غان ايديتوريال. نشوفو من بعد شنو هو ايديتوريال، يعني غنصايبو دابا خصنا نتعلمو فهاد لا سيكونس. نصايبو ايديتوريال دان جورنال سكولير، يعني جورنال جريده مدرسيه. ليديتوريال غادي نعطيكم التعريف ديالو باش تعرفوا شنو ديروا. دونك هنا كيف ما كتشوفوا في الصوره غنقراو ليديتوريال. دخلنا لسيكونس 2، يعني دابا من ورا هاد لا سيكونس هادي غتكونوا ساليتو لا اون كامله، خدمتوا كاع لي بارتي لي فيها، يعني كنا خلينا الجهات ليديتوريال نشوفوا فين كيكون ليديتوريال وشنو هو الدور ديالو. دونك هاد لاكتيفيتي هادي ليكتور شنو مطلوب؟ ايدونتيفي لي كاركتيرستيك، يعني غوبيري نخرج لي كاركتيرستيك، يعني الصفات الخصائص، يعني باش كيتميز ليا ليديتوريال. ونقول لكم حتى كيفاش كيتحط مثلا الامتحان، حتى لكم استاذ في ليديتوريال كيفاش الطريقه ديال الامتحان. انسالي غير هاد لا سيكونس وعمدا خدم معكم امتحانات، يعني على الاقل بعدا نكونوا خدمنا يعني بزاف ديال الدروس وقواعد، باش ملي نخدم امتحان امتحانات اللي نبدا نخدم معكم تكونوا قريتوا الدروس كاملين. دونك هنا ايدونتيفي لي كاركتيرستيك اي ديفينير لا فونكسيون، ونحدد يعني شنو هي الوظيفه. لا فونكسيون هي الوظيفه دو ليديتوريال، يعني شنو الدور ديالو دان جورنال سكولير. نقراو ليديتوريال، شنو هو ليديتوريال، فين كيكون ايديتوريال، يعني ليديتون، يعني يقدر يقول لكم استاذ ايديتون، يعني بافغيفياسيون ديال اختزال ديال الكلمه يقول لكم ايديتون، يعني الكلمه كامله ما يقراهاش كامله. ونشوفوا لا فونكسيون، يعني شنو الوظيفه ديال هاد ليديتوريال في الجورنال، فين كيكون. دونك هاد لاكتيفيتي غير غنتعرفوا على ليديتون، نخرجوا الاسئله، ومن بعد في لاكتيفيتي ديال الانشاء تما فين غنكون وصلنا لمرحله اننا حنا نكتبوا ايديتوريال. كيف ما خدمت معكم لا اون وعطيتكم لي زارتيكل ديتر، حتى ايديتو غادي نعطيكم لي زيكزامبل ديال ايديتو كيفاش تخدموه. دونك نشوفوا التعريف ديال ليديتوريال شنو كيعني، باش ملي نكونوا كنقراو وتفهموا، وفي حتى الاخر غادي يكون عندكم في القاعده، ولكن دابا باش من البداية تعرفوا شنو هو ليديتو. دونك هنا ليديتوريال اي ان ارتيكل دو بريس، يعني باختصار انه ارتيكل دو بريس، يعني واحد المقاله حتى هي ديال الصحافه كتكون كاينه في الجورنال في الصفحه الاولى. كونتروف سيون لا اون، كنلقاوها في لا اون دان جورنال، يعني هو البلاصه ديالو في لومبلاسمون ولا البلاصه ديالو حتى هو كيكون في لا بروميير باج، يعني في الصفحه الاولى. اي لي جينيرالمون ايكري باغ، شكون اللي كيكتب هاد ليديتو؟ كيكتبو لو ديريكتور او لو ريداكتور اون شيف، يعني رئيس التحرير ديال الجريده هو اللي كيكتبو. علاش؟ اليكسبوز قال لك كيعرض فيه لوريونطاسيون، يعني التوجه ديال الجورنال، يعني كيقول لك هاد الجريده ديالي ولا هاد الجورنال غادي يهضر، يعني بحال اللي كيشريو شي واحد جورنال بلا ما يحتاج يمشي يقرا لي زارتيكل كيمشي لهاد ليديتو، يعني التوجه ديال الجورنال كيقرا بلي هاد الجورنال علاش كيهضر، مثلا واش يهضر على وصفات، واش يهضر على السياسه، يهضر على الطب، يعني الجورنال شنو التوجه ديالو علاش كيهضر. دونك نتوما كتلاميذ التوجه ديالكم يعني مدرسي هو جورنال سكولير، غنشوفوا كيفاش غادي نكتبوا التوجه، وتذكروا المقالات اللي كتهضروا شنو الاستفاده منهم، شنو الهدف اتسيتيرا، يعني الطريقه كيفاش غنخدموا لي ديتو. دونك دابا هذا هو لي ديتو جورنال كوليج نيميرو 3 اديتو. دونك هنايا كبرت التصويره باش تشوفوها. كيف ما كنطرح ديما السؤال، يعني اول حاجه يبدا يسولك الاستاذ يقول لك دو كيل جونغ دو دوكيمون ساجيتيل، والسؤال تعودوا عليه حتى في الامتحان، يعطيك مثلا دوكيمون ويقول لك شنو هو لو جونغ، تشوف هي كلمه جونغ مكتوبه بوحده راه باينه لا اون، ولا عطاكم اديتو تكتبوا اديتو. هذا ارتيكل، يعني هو اديتو اصلا عباره عن ارتيكل. مثلا يقول لك كيلوني لا سورس، شنو هو المصدر؟ مصدر هو ديما اللي كيكون تحت النص تحت الارتيكل، هو دري درت له اطار، يعني اي حاجه لتحت هذاك هو المصدر، منين ماخوذ لينا هاد لو تيكست ديالنا ولا منين ماخوذ لينا هاد لي ديتو.
دونك انت ملي كتشوف دبليو دبليو ما غاديش تكتبها ولا تقولها هكا، يعني دبليو دبليو كامل شي عباره عن شنو؟ عباره عن سورس دانترنيت، يعني هذا المصدر مني واخدين دبليو دبليو ولا اش تي تي شنو هذه من الانترنيت، اذا تكتب ان سورس دانترنيت. دونك هذوك اسئله ديال البدايه. نشوفوا حاجه اخرى، كو ريبريزونت ليماج، مثلا استاذ هاد التصويره اللي كتبان لكم هنايا شنو كتقدم، يعني شنو كاين عندنا في ليلوستراسيون. وهاد غدا نعطيكم يعني اسئله من غير الاسئله اللي كاينه في الكتاب، حيت كاين يعني ثلاثه ديال لي كيسيون، ولكن استاذ الامتحان يعطيك لي ديتو، يعطيك بزاف ديال لي كيسيون. نعطيهم لكم دابا يعني كيفاش نخرجوا الاسئله، نعطيكم اسئله نخرجوها من هاد لي ديتو. دونك هنا بعدا نكملوا كو ريبريزونت ليماج، دونك كتقدم لينا الصوره شنو. عندنا ان موطو، يعني دي لابس دي لونيت، ان موطو افيك دي لونيت دو سولي، يعني نظارات ديال الشمس، تونو وشاد في يدو اون راديو كاسيت، يعني شاد واحد المسجله اللي كيكون فيها موسيقى. دونك كيف ما قلت لكم عندكم غير واحد ثلاثه لي كيسيون في هذه الصفحه، وعاد ندور الصفحه ثاني عندنا ايديتو اخر واسئله. ولكن هو الاستاذ ما غاديش يعتمد غير على اسئله الكتاب، كيسولكم بزاف ديال لي كيسيون باش تفهموا. دونك نحاول نطرح لكم جميع الاسئله اللي ممكن نخرجوهم من ايديتو واللي غتلقاهم حتى نهار الامتحان. دونك السؤال الاول من لي ديتو اللي كنقدروا نخرجوه من داك لابارتي، كيلي لو تيتغ دو جورنال، ركزوا مزيان، لو تيتغ دو جورنال، قالوا تيتغ ديال الجورنال ديالك ماشي تيتغ ديال لي ديتو، يعني الجورنال هو اللي درت له اطار، حيت العنوان الجورنال حاجه والعنوان ديال لي ديتو حاجه. دابا نشوفوا العنوان ديال لي ديتو، هنا شنو النيميرو ديالو؟ نيميرو 3، يعني راه باينه يعني نمره الجورنال اللي كنكونوا كتبناها في لا مونشيت الفوق، يعني في لا اون. هنا كيلي اكيل دات اي بوبليي سو جورنال، يعني شنو هي لا دات ديال هاد الجورنال هذا، فوقاش تبوبليا هو هذا. دونك هادو من المكونات، هاد الشيء اللي دابا حنا كنخرجوه كاسئله، هادو هما من المكونات ديال لي ديتو. يعني ملي كنبغي انا نكتب ايديتوريال شنو كندير؟ كنعاود نكتب نمره الجورنال، وكنعاود نكتب سميت الجورنال والتاريخ ديال الجورنال فهاد لابارتي، عاد كنكتب هذيك لارتيكل داك التكست اللي كيبان عندكم، عاد كنكتب التوجه ديال الجورنال. اذا باش نكتبو انا حتى كنعاود كنهزي شويه المعلومات من الجورنال ديالي من لا اون كنحطهم، وعاد كنتعلم نكتب. اذا هادو هاد لي بارتي هادو مهمين، يعني ردوا تعقلوا عليهم باش ملي غنوصل ليكري تسهل عليكم المعلومات. دونك شنو هما لي زوتر كيسيون اللي ممكن نخرجو من لي ديتو؟ دونك سؤال اخر، دو كيل بارتي دو لا اون ساجيتيل، يعني هادشي اللي عندنا دابا كنشوفوه ان جزء من لا اون، واش هادشي اللي عندنا مكتوب واش لي زوغي واش لو فونتر، يعني ان بارتي من لا اون، لا اون يعني ان كومبوزونت من لا اون، لا اون فيها لو بوندون لا مونشيت سو تريبون لو فونتر شيفال. دونك هادشي اللي دابا اللي عندنا شنو هو ان بارتي، يعني هادي الطريقه مثلا الى حط لكم استاذ في امتحان هادو لي كيسيون، حنا راه ماشي كنخدمو يعني غير باش تجاوب في القسم، ولكن حتى باش تعقل. دونك هادي راه بيان سور لي ديتو، انا بارتي من لا اون، هادي الجهه ديال لي ديتو. دونك سؤال اخر، كيلوني لو تيتغ، شنو هو لو تيتغ؟ هنا ماشي لو تيتغ ديال الجورنال، ما قلتش لو تيتغ ديال الجورنال، راه قلنا هو جورنال كوليج، سميت الجورنال ديالك اللي كتكون فوق جورنال كوليج. دابا شنو سميت لو تيتغ؟ لو تيتغ ديال لي ديتو، يعني بمعنى نهار نهار الامتحان ملي جيو تكتبو اي ديتو. دابا شوف هي راه حنا منا كنخرجوا اسئله ومنا كنتعلموا حتى المكونات ديال لي ديتو، مكونات هما اللي غنطبقوهم ونكتبوا اي ديتو. اذا لي ديتو هو خصك تعطي واحد السميه، انا اللي غتبغيو تكتبوا اي ديتو نعطيكم لي تيتغ مجموعه ديال العناوين اللي تسمي بها لي ديتوريال ديالك. دونك شنو هو لو تيتغ ديال لي ديتو؟ هو هذا اللي درت له اطار، اول حاجه كتكتبها قبل ما تبدا لو التكست ديالك كدير العنوان عادي بحال اي تكست، كنديروا العنوان وكنبداو نكتبوا، حتى دابا كدير العنوان وتبدا تدخل تكتب لي ديتوريال ديالك. كيل لوتور دو ليديتوريال، دابا شكون الكاتب اللي كيكتب هاد لي ديتو؟ خصو يكتب سميتو، فين كتكون مكتوبه السميه الفوقيه اللي درت لكم اطار. هاد السطر كامل راه قسمته قبيله، عطيتكم واحد لو 1 اكتوبر 2009 هذاك راه لا دات مكتوبه باغ السميه اللي حداها حيت هي صغيره ما كتبانش، هذيك السميه راه هو لوتور اللي كيكتب. سؤال اخر، دابخي لو تيتغ دو جورنال، قالك من خلال لو تيتغ دو جورنال اللي هو داك جورنال كوليج، كيل لو بوبليك فيزي، يعني شكون هو الجمهور فيزي باغ سيت ايديتوريال، يعني شكون الجمهور المستهدف لمن هاد لي ديتو كيكتب، يعني شكون اللي غيقرا هاد الشيء هاد الجورنال، شكون كيخص الناس يعني الفئه المستهدفه بالخصوص. دونك غير من خلال داك الكلمه ديال الجورنال وكوليج راه باين هاد لي ديتو ديال لي زيليف، يعني هاد لي ديتو كيخص لي زيليف وخصوصا لي كوليجيان، يعني اللي كيقراو في الكوليج لي كوليجيان. دونك هنا قربت لكم لي ديتو مزيان، هذا هو لو تيكست، هنا واضح حيت غادي نحتاج واحد السؤال.
انه يبان لكم الكتابه باش تشوفوا شو المعنى. هما كاينين بزاف ديال لي كيسيون، ما حتاش نعطيكم كل شيء، مازال كاينين مثل دور الجايين ديال لي ديتو باش من يعني نعطيكمش معلومات بزاف وتدوخوا. هو في لي كريم اللي نبغيو نكتبوا لي كري عاد نعرفوا هاد هاد الكتابه وهاد لو تيكست مناش كتكون، يعني كل سطر نقول لكم مناش كتكون، الفقره الاولى شنو خصكم تكتبوا فيها، الثانيه الثالثه حتى لافان شنو خص يكون. دابا غير كنحاولوا نخرج المعلومات من برا ديال لي ديتو وصافي. دونك كيل سون، كسؤال ممكن تطرحوه، كيل سون لي تيم ديسكوتي بار سو جورنال، يعني هاد جورنال لا اون فداك لي زارتيك اللي كتكتبو في لي زوغاي، تريبون، لو فونتر، سو تريبون، المهم هاد لي زارتيك اللي كتكتبو كتجيو لي ديتو فواحد الباراغراف وكتقولوهم، كتقول هاد الجورنال هذا هي اللي هنايا كتشوفو كوم لاني ديرنيير نو جون جورناليست فو بارلورون، غادي يتكلموا ليكم على، يعني هذاك هو السؤال اللي طحت، شنو هما لي تيم، شنو هما مواضيع، مواضيع هو اللي اصلا كتكون كتبتيهم في لا اون ودرتي التصاور هنا في ديتو، كتجي تقولهم، كتقول انا راه في لا اون ديالي درت يعني عناوين المقالات اللي كلهم كتكتبهم كتولي تعاودهم، ما كديرش شي حاجه صعيبه. هذوك المقالات اللي في لي زوغاي في شوفال في تريبون سو تريبون لو فونتر، كتجي لواحد لابارتي لتحت وكتقول الجورنال ديالي يتكلم على هذا الموضوع هذا الموضوع هذا الموضوع، يعني كتولي تعاود تذكرهم باش اللي ما بغاش يشوف لاين كامله كيجي يشوف لي ديتو كيقرا انت علاش تهضر، الا عجبو لي ديتو من خلاله كيقرا لك لاين ديالك، يعني بحال اللي كيمشي بحال اللي كيقرا الغيزومي، بحال اللي كدير فيه الغيزومي ديال لاين ديالك شنو المواضيع اللي غادي يكونوا فيها. دونك هي عندنا بار لو غادي يهضروا على دي زيفينمون كي اون لي او كوليج، يعني الحاجات اللي وقعت في الكوليج، ديستيناسيون كوليج هادو هما لي تيم المواضيع، يعني لي تيتغ ديال لي زارتيكل دو لو كو دو كور فيلم ليفر ايتترا. دونك هاد لابارتي هما لي تيم، جميع المواضيع اللي غيكونوا في لا اون كيتجمعوا في هاد لابارتي. دونك هذاك السؤال في حالة ما الا تطرح ليكم. دونك هادو هما الاسئله اللي عندكم في الصفحه 25 هذا تحت لي ديتو اللي شفناه دابا. السؤال الاول ا بي سي، السؤال الاول جو ديغاج لي كومبوزون دو سوبور، قال لك نخرج المكونات ديال السوبور، وما هادو اللي كنت كنطرحهم لكم في اسئله، شنو هو لو تيتغ، شنو هو النيميرو، شنو هي لا سورس، لا دات، لوتور، شنو هما لي تيم، هاد المعلومات كلهم اللي كنت كنعطيكم راه هما لي كومبوزون ديال هاد السوبور، هما المكونات اللي ممكن نستخرج انا من لا اون من لي ديتو، يعني انا باش ما نجيش لهاد السؤال عاد نقولو مقرجع جبتهم كاملين، هو هذا السؤال ا اللي جاوبت عليه قبل. السؤال بي قالك جيدونتيفي سون جونغ، شنو هو لو جونغ ديال هاد الدوكيمون هذا، راه حتى هو جاوبت عليه قلت لكم هذا ايديتوريال، هذا هو لي ديتو. السؤال سي جو بريسيز سون امبلاسمون دون ان جورنال سكولير، هاد لي ديتو قالك نحدد لومبلاسمون ديالو فين فين جا بالضبط في الجورنال سكولير. دونك جورنال سكولير ولا لا اون، ها هي لا اون كامله، انا باش نحاول نفكركم هادو هما لي كومبوزونت المكونات ديالها. دابا انا مكتبه بحال هكا نهار امتحان وفي داك لي زوغاي كندير مقالات، هادشي كله كندير مقالات، فهاد الجهه اللي درت لكم اطار اللي هي مكتوبه سو تريبين، عندنا سو تريبين دووات سو تريبين غوش، هو لي ديتو كنجي نكتبو فهاد لابارتي اللي درت لكم اطار، يعني هادك الشيء كله مقالات ولكن فهاد البلاصه ماشي مقاله، كنكتب لي ديتوريال. دونك دابا نشوفو جو روتيان، كنت عطيتكم التعريف الاول ديال لي ديتو ولكن نعاودوه دابا. لي ديتو اي تان ارتيكل، هو واحد لارتيكل مقاله كي فيغور ا لا اون دا جورنال اللي كنلقاوها في لا اون، اي لي جينيرالمون اكري بار لو ديريكتور اون شيف، كتكتب من طرف ديريكتور اون شيف او لو ديريكتور دو لا ريداكسيون رئيس التحرير ولا الشيف، اي ليكسبريم لو بوين دو في كيعبر فيه على لو بوين دو في ديالو، لا ريداكسيون ا بروبو دان تيم داكتواليتي كيهضر على لي تيم ديالو موضوع الساعه، اكسبوز لا فوكاسيون وكيقول لنا التوجه ديال الجورنال، يعني نهار اللي غنتعلمو في الانشاء نعلمكم كل فقره كيفاش كتكتب لي ديتون، غادي نشوفو لا فوكاسيون، لا فوكاسيون هي لوريونتاسيون والتوجه ديال الجورنال والمواضيع اللي عندك في لاين كتبتيهم هما اللي تولي تعاود تذكرهم وشي معلومات اخرين. دونك عندكم واحد هنا جو ميكزيرس عطاوكم اديتو، يعني هاد التكست هذا كامل وعطاكم طابلو اللي بالصفر تخرجوا بحال هكا تكون عندكم في امتحان، عطاكم استاذ اديتو تخرجوا منو هاد المعلومات، يعني تخرج شكون هو لوتور لو نون جورنال داكشي طابلو صفر. دونك انا ما غاديش نقرا هاد لي ديتو ونشرحو شنو فيه، نشوفو نيشان تخرج باش ما نطولش اكثر من هكا، نشوفو لوتور يعني نجبد لكم هاد المعلومات باش نخرجوا طابلو. دونك هنا اول حاجه عندنا اللي في الطابلو لوتور، هذه اللي درت لها اطار هو لوتور،
يعني المعلومات اللي خصكم تخرجوا بحال هكا يكون اديتو. دابا حنا ما مهتمينش باننا نقراو ونعرفوا شنو فيه حتى غنبدا نخدموا ليكري نخدموا ليكري وغادي نخدموا معاكم، ولا ندير شي اديتو دابا حيت باش نقرا كل تاكس ونشرحه ونعطي غادي يطول لكم فيديو بزاف. فيديو اخر ندير اديتو يعني خاص ما عندوش علاقه بهادشي اللي كتقراو، شي اديتو يعني نجيبو كمعلومات اضافيه ونقراو ونشرحو ونشوفو المعلومات اللي كيخرجوا والباراغراف كل باراغراف شنو ممكن نكتبو فيها عاد باش ملي نوصلوا ليكري تكونوا يعني ضابطين الامور اكثر. هنا لو نون جورنال هي اللي الفوق اللي درت ليها اطار، هذا هو السميه ديال جورنال يعني اديتوريال دو جورنال تشام تشاد، هذا هو لو نون جورنال. الخانه الثالثه لو بوبليك فيزي، يعني هاد هاد لي ديتو لي من موجه شكون هو البوبليك فيزي. دونك هي هذه اللي درت ليها هنايا اطار الفوق لي من موجهين هما لي بارون دي زيليف. وسط الاول كيقول لك كاين اوغوز انيسياتيف دو لا كو لا كرياسيون دو لاسوسياسيون جمعيه دي بارون جمعيه الاباء التلاميذ يعني اولياء التلاميذ دو لا سيكسيون تشام تشاد. هنا لو ديستيناتير يعني لي من موجهين هادشي، هنا لو بوبليك فيزي شكون الجمهور المستهدف، هنا لو ديستيناتير يعني ما يهضروا كاين عندنا ديستيناتير ولا اللي كيكتب، وعندنا لي من موجه لو ديستيناتير هما هاد لي زيلاف يعني التلاميذ دو بيسي لي زيلاف يعني لو كوليج دو بيسي يعني لي كوليجيان. دونك هي اللي هنا درت ليها اطار كوليج دو بيسي يعني لي كوليجيان. دونك الخانه الاخرى لا فوكاسيون دو جورنال، التوجه ديال جورنال يعني توجه لا فوكاسيون دو جورنال علاش كيهضر هاد الجورنال التوجه ديالو. دونك هنايا عندنا في الدوزيام باراغراف انا غير ما قريتش يعني كل باراغراف ونقول لكم ها مناش كتكون، بغيت نخليها حتى التكست اخر يعني نعطيكم شي تمرين من غير الكتاب من غير هادشي اللي عندكم في الكتاب باش تزيدوا تضبطوا الامور اكثر، حيت هو اصلا كون قريت هادشي كان وصل الفيديو لساعه ما بغيتش نطول عليكم بزاف. دونك هاد الباراغراف اللي درت ليها هاد الاطار هي فين كاين عندنا لا فوكاسيون لوريونطاسيون ديال لو جورنال، هنا مكتوبه نو نو فيليسيتون ايغالمون دو لا نيسونس دو سو جورنال، كنهنئو على اننا درنا هاد لو جورنال هذا سي سغا لوكازيون دو بارطاجي، يعني غادي يكون يعني لا فوكاسيون ديالو هكا يقول لك غادي تكون المناسبه اننا شنو غادي نبارطاجيو فهاد الجورنال هذا كدا وكدا وكدا. دونك هاد كدا وكدا هي لوريونطاسيون هو التوجه الجورنال ها فاش غنهضرو ها هما المواضيع يعطيوهم لينا. دونك سي سرا لوكازيون دو بارطاجي نو زيكسبيريونس، يعني التوجه ديالو انه غادي نبارطاجيو التجارب ديالنا، ميتر اومون لو فيكو سي ريش دو نو ميوزيسيان اي دانسور، اي عاوتاني شنو اخر اي انفورمي دو تو لي زيفينمون امبورطون، وغادي نعلنو يعني غادي نعطيو دي زانفورماسيون على كاع الاحداث الامبورطون المهمه كي جالون لور باركور سورتي كونسير ان كونسير حفله اوديسيون ستاج. دونك هما كتبتهم هنا وما كملتش حيت ما يقدنش لي سباس، المهم هو داكشي اللي درت لكم على اطار بارطاجي يعني توجه الجورنال هو عن بارطاجيو ليكسبيريونس ديالنا، غادي انفورميو على لي زيفينمون امبورطون، دونك بحال هكا كيتكتب لي ديتو. دونك كنبغي نحاول نزرب انني نخدم معكم بزاف، ولكن راه كتقراو ربعه الحصص في السيمانه وانا كنحط يوميا الدروس ديال الثامنه، اذا راني مافونسي ما عرفتش فين وصلتو بالضبط. باش نحط لكم بزاف ديال الدروس كنبغي نخدم في كل درس غير تقريبا ندير غير 12 دقيقه 15 كاع الا طولت باش دغيا يتشارج عليا الفيديو ونقدر نخدم معكم درس اخر، ولكن ملي كنلقى راسي طولت وصلت فيديو حتى 20 كيتعطل باش انه يتشارجا، يعني بحال 10 دغيا كيتشارجا، ولكن 10 كنلقى راسي باقيه في النص ديال الفيديو باقي ما وصلش لكم معلومات كاملين. دونك نتسناو ان نخدم معكم اديتو اخر باش نزيدو نستافدو اكثر.